احد الرافدين جدا، هو الوحيد، قال له عمار المسلسل كبير جدا وانت هتجيب لي صوت جديد يغني، ما ينفعش يعني المسلسل ضخم. فالاستاذ عمار قال له بص يا سيد، يا بص يا اسامه، احنا الولد موجود هندخله يسجل، عجبنا تغني المقدمه هنا، ما عجبناش خالص مش خسرنا حاجه، قال له خلاص لو ما عجبناش هنجيب محمد الحلمي، نجيب علي الحجار، اي صوت من اصواتكم الجميله اللي انتم بتحبوها دي. قال له ماشي. بتوفيق ربنا دخلت غنيت، الاستاذ اسامه سمع اللحن قال له لا خلاص حصل بقى شيء. وكانت من هنا ارابيسك بدايه. مهما اقول لك، مهما اقول لك يعني، وعايز احكي حكايه كده برضو معلش انا حكيتها كتير بس انا بحب احكيها والله عشان الناس تفهم يعني ايه فن. الفن ده يا جماعه من اعظم مهن العالم ان استغل، بمعنى